التفاصيل. دشنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة مباركفال اليوم في داكار المركز الثقافي الموريتاني الجديد في العاصمة السنغالية. وفي كلمتها لدى حفل افتتاح المركز الثقافي صرحت الوزيرة المنتدبة أن هذا الإنجاز هو تجسيد ملموس لإرادة سياسية عميقة مشتركة لدى كل من فخامة الرئيسين محمد بن عبد العزيز وأخيه وصديقه ماكي سال، مؤكدة على أن هذا المركز سيساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والروحية القوية القائمة بين الشعبين في بلدينا الشقيقين والصديقين. كما أبرزت الوزيرة أن المركز الثقافي الموريتاني في داكار سيسمح لزواره باكتشاف ذراء وتنوع الثقافة الموريتانية، وسيساهم في محافظة على القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة وتنميتها.